هذولا شيخ نايف. بس دقيقة، والله يا اخواني انها عجيبة هذه الآية. هذه الآية تجعلنا هذا الكلام يا اخواني يجعلنا نطأ حياء من الله، استحي من الله. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا إخوان والله في آية لما أقرأها أستحي من الله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. بالله تخيل يا غالي، لو الله عز وجل يؤاخذنا بكل ذنب فعلناه، ما ترك على ظهرنا من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.